السلام عليكم شباب، وياكم علي الرحمن ماجستير إنتاج وعمليات، وإن شاء الله نكمل كورسنا التحليل العددي باستعمال ماتلاب. مثل ما تدرون المحاضرة السابقة تناولنا طريقة نيوتن رافسون من فصل إيجاد حلول أو جذور المعادلات الغير خطية ذات المتغير الواحد. مش شرحنا طريقة نيوتن رافسون وشلون قلنا إنه هنا أنا عندي هذا المنحنى اللي أنا حاب أشتغل عليه، أو الدالة اللي عندي اللي هي f(x)2 - 2 اللي تمثل لي بهذا المنحنى، وأريد أني أستهدف هذه النقطة أجلها. فأفرض عندي هنا نقطة تنعكس على المنحنى بالـ f(x)، من أطبقها بالدالة تطلع لي على المنحنى، أرجع أطبقها بمعادلة ميل المماس، أجد نقطة مع تقاطع محور الواي الإكس عفوا عندما واي صفر. هذه النقطة أطبقها بالدالة تطلع لي نقطة على المنحنى، وأرجع أضعها ميل المماس تطلع لي نقطة هنا، أطبقها بالدالة هنا، أطبقها ميل المماس، وهكذا. فتشوفون مرة النقطة هنا، مرة هنا، مرة هنا، لحد ما تتقرب وين؟ تصير قريبة جدا على النقطة المستهدفة اللي نستعمل من خلالها هذا القانون. أوكي شباب، اليوم راح نتناول الشق العملي اللي هو برمجتها باستعمال ماتلاب. أوكي شباب، إن شاء الله أنا لحقت بالخطوات وياي وياي. أول فقرة راح أقول لك كليك، أقول كلير أول، خاف عندي شيء باقي بالورك سبيس أو بالكوماند ويندو يروح. أوكي، ثاني فقرة أجي أعرف المتغير مالتي. أنا متغير راح أستخدم إكس واي زد، فأنت تعرف إكس، يعني إحنا جايين ناوي الموضوع المعادلات ذات المتغير الواحد. أجي أطلب منين؟ من المستخدم يدخل لي المعادلات اللي عندي. فراح أقول له input enter the function. أوكي، أنا بالقانون شو عندي؟ عندي الدالة ومشتقة الدالة استعملها. فللسهولة ايش راح نسوي؟ نقول يلا دي اف يساوي ديفريشن المن للاف. الحلو الماتلاب انه بيها يعني فانكشن خاصة يعني جاهزة سريعة انه طلع لي مشتقة الدالة. اوكي، وراش راح اسوي؟ على نفس اسم المتغيرات احولها اف يساوي ان لاين المن للاف. مثل ما وضحنا بالمحاضرات السابقة انه اعاز ان لاين داخل ماتلاب يخليني اتمكن من استعمال المعادلة داخل الكود وداخل عمليات حسابية. اوكي، فالاف والدي اف اثنيناتهم نحن مثلا ان معادلات داخل ماتلاب، فنجي نعرفهن بالان لاين. اوكي شباب، بعدها ايش عندنا؟ الان يساوي لنا انبوت. الان هو شنو؟ هو عدد، او لا نعرف الان، خلينا نعرف الاكس. انا بنجي بالتتابع اكس اللي هو الفاريبل مالتك اللي لحد داخله، او الستارت بوينت اللي هي النقطه الاولى اللي هي هاي اللي راح ادخلها. ايش راح نقول له؟ انتر ستارت بوينت. اوكي شباب، هنا نحذفها ان. الان هي شنو؟ هي عدد المرات اللي راح اشتغل عليها الكود. يعني احنا خو ما نعرف الكود مالتنا اذا ما لقى الجذر يضل يشتغل الى ما لا نهايه. لا، اقول له تجرب لي 30 مره، جرب لي 40 مره، جرب لي 50 مره وراح اتوقف. اوكي، انتر ما اعرف عندي ال اي انتر ذا تيريشنز. اوكي، وراح تي توليرنس اللي مثل ما شرحنا في المواضيع السابقة انه هي السماحية او معدل الخطأ اللي ممكن اقبل بي. على مود نطول نختصر، فايش عندك شباب؟ هسه دخلت الاكس، دخلت الفانكشن مالتك، دخلت الفاريبل، دخلت الان، دخلت التي تولرنس. اوكي شباب، ايش عندك بعد؟ تيجي بما انه قلنا العملية تكرارية انه يطلع هاي، يطلع الاكس 1، يختار الاكس 1، يطلع معادلة على المنحني، يطلع ميل المماس، النقطة الثانية، النقطة الثانية، ضل معادلة على المنحني،
طلع مني مماس راح يلقى النقطة الثالثة وهكذا. فمرة أني نقطة مستهدفة هاي، شوفوا شباب أربعية هاي النقطة المستهدفة، فمرة النقطة كانت هنا، مرة هنا، مرة هنا، راح تتقرب شوي شوي. فلذلك أنا شو أحتاج؟ أحتاج عملية تكرار. بالمدلب عملية تكرار فور لوب ببساطة، اي هو عداد يشتغل عندي من اثنين الى وين؟ الى ان. سيجي واحد يقول ليش انا بديت من اثنين؟ يقول له بسيطة، لان انت اصلا من بادي اكس واحد، فاكس واحد انت راح تطيل البرنامج، فالبرنامج راح يبدي شي يطلع لك اكس اثنين. اوكي شباب؟ فالعداد مالتنا بدنا منين؟ رقم اثنين. ايش راح اقول له المعادلة مالتي؟ اكس المن للاي. اوكي؟ على مود ياخذ العداد من انا، ايش راح يقول؟ اكس اثنين يساوي لي اكس شنو؟ اي ناقص واحد. ليش؟ لان المعادلة تقول لي انت تريد اكس اثنين، فهنا شنو هو؟ اكس واحد ناقصا اف للاكس واحد، اف برايم للاكس واحد، ف مقسوم على بين قوسين اف الاكس اي ناقص واحد. اوكي العفو، هنا ناقص شباب، هنا مقسوم على اف المن الاكس اي ناقص واحد، هذا الاخير هنا. اوكي شباب راح اعيدها، اكس اي راح يجي يقول اكس اثنين يساوي لي اكس اي ناقص واحد، اكس اي ناقص واحد، فيقول اكس اثنين يساوي لي اكس واحد ناقصا اف الاكس ناقص واحد، يعني اكس اثنين يساوي لي اكس واحد ناقصا اف للاكس واحد على اف برايم للاكس واحد، اف برايم هي دي اف. جيد، اللي جاي الشغل حلو. انا على اساس اقارن؟ انا على اساس الايرور اللي عندي، انه اني اشوف وين وين، يعني عندي اكس واحد اكس اثنين، اشوف الايرور مالتهم ايش قد، انا ايش قد اريده؟ صفر من صفر خمسة، فايش قد ما يتقرب علي هو افضل. فالايرور يساوي لي اكس اي ناقصا اكس اي ناقص واحد. اوكي شباب، انا شيء اقول له، اقول له من الايرور عندك صغير انت توقف، يعني انت وصلت حد السماحيه، من يحدد لي هذا؟ التولرنس. فايش راح استخدم؟ اف. اوكي شباب، اف ايرور اصغر او تساوي التي، فانت انطيني ديسبلاي اكتب لي the root is display شو يظن عنه؟ ال x i. اوكي انا شو اريده من يوصل لهذا الجزء ويطلع لي، اريده يتوقف البرنامج بعد ما ادري بشغل break. اوكي end. اللي جاي جيد، ايش راح اقول له بعد؟ اند طبعا انتهت الفور لوب عندي. اوكي اذا كمل فور لوب وما لقى جذر ايش راح يقول لي؟ اف الايرور اكبر منين؟ ها شوف هنا غلط، هنا اف الايرور اصغر او تساوي التي، هنا اف الايرور اكبر من التي، ايش راح يقول لي؟ ديسبلاي the root not found. اوكي شباب end. شغل الكود هسه ونشوف ايش عندنا بيه. انتر ذا فانكشن. فانكشن مالتي شنو هي؟ اس اس اثنين ناقص اثنين. ها شوف شباب، انا نسيت شيفت اكس بس اخرجه شنو هو؟ كابيتال لتر اكس بس اثنين ناقص اثنين. اوكي فطلع لي الاف ماتي، طلع لي الديرفيت ستارت بوينت اثنين، انا فرضت اثنين يعني قلت بعدها عن النقطة اثنين، اتريشن راح اقول له ثلاثين. التولرنس انا اريد معدل خطأ كلش صغير، صفر بوينت واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، خمسة صفارة خمسة. اوكي
ها شوف شباب، undefined function or variable واحد. ها هذا حلو، وين عبر علينا هذا هاي بعض الأحيان الاستعجال يولد هذا الشيء. راح نرجع من جديد نقول له x بس 2 ناقص 2. اوكي شباب اشتغل البرنامج، باوع طلع لك الاف، طلع لك المشتقة، حولها ان لاين، يصل من الستارت بوينت. ستارت بوينت مالتي 2، اتريشن مالتي 30، تولرنس هو 0.00005، روت ايش قد طلع ليها؟ 1.5، غريب طبعا على 1.42. اوكي شباب اللي جاي نشوفه، فالكود اشتغل حسب المعادلة، اخذ الشرط اللي عندي واشتغل على اساسه. ها شوفوا شباب، هنا المفروض يطلع 1.42. شنو الخطأ اللي عندنا هنا؟ العفو هذا هنا الكود مالنا ذاك الباك جراوند، كان الايرور. انا المفروض شو اسوي له؟ اقول له ابسوليوت، يعني اريد مطلق الايرور، لان هنا راح يحسب بالسالب، ف راح يعطيني نتيجه صحيحه. فنعيد تشغيل الكود، نقول له x اس 2 ناقص 2، اوكي الستارت بوينت مالت 2، اتريشن 30، التولرنس هو 0.1234 5. ها شوف بس طلع 100% صحيح. اوكي شباب، يعني اذا تشوفونه طلع بهالشكل. يعني اذا ردنا نعرف الروت مالتنا، فالمعادلة هسه مالتي هي شنو؟ خلنا نكتبها هنا، هان تشوفونها هي اكس اس 2 ناقص 2. نريد نتاكد الحل مالتنا صح. اكس 2 اكتبها شنو؟ خلنا نقول متغير اسمه اي يساوي لي فيكتور. اكس اس 2 ايش قد معاملها؟ 1. اكس اس 1 معاملها 0. اوكي وراها عندي معامل 2 هذا. اوكي هاي معاملات او معلومات الفانكشن اللي عندي. فاريد اتاكد اقول له روتس ان من للاي، شوف الماتلاب اللي راح يطلع لي اياها، شوف موجب سالب 1.41 اللي هي نفس النتيجة مال البرنامج مالتنا. لذلك احنا نتأكد من يمه انه هذا يشتغل صح. ان شاء الله شباب يكون الكود متاح، نشوف شلون يعني على الديسكريبشن مال يوتيوب او على قناة تليجرام حتى يوصل للجميع. ان شاء الله نلتقي محاضرة قادمة ودرس جديد بالتحليل العددي باستعمال ماتلاب.